كيلو من اللحمة يفضل تكون لحمة حمراء. تمام، عندنا كمان زي كمية اللحمة، يعني لو عندي نص كيلو لحمة هعمل نص كيلو بصل. احنا مستخدمين كيلو لحمة فهنعمل كيلو بصل متقطع جوانح، هنحتاج كمان طماطمية متقطعة مكعبات، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، ومعلقتين كبار من السمنة، 3 كوبايات مية مغلية، معلقة صغيرة سكر، فصين مستكة، ونص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، ونص معلقة صغيرة من الـ7 بهارات، وكمان رشة قرفة، رشة جوزة الطيب، ملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا النهارده، وتعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه بمقاديرنا النهارده. بدايه كده اللحمه محتاجينها تتقطع مكعبات صغيره. هنقطعها مكعبات صغيره، ده هيسهل علينا في تسويتها، مش تقعد وقت كبير وهتكون استوت، كمان هيسهل علينا في اكلها، فهتبقى قطعه اللحمه كده صغننه على قد المعلقه، وتبان كده على السيرفيس ان هي كميه كبيره. فتعالوا بينا يلا ناخد الاول اللحمه بتاعتنا نقطعها قطع صغيره جدا علشان نبدا نشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمه، ابتدي اخدها واقطعها، بصوا كده بالحجم ده، بسم الله. عايزه اقول لكم بقى ان الفته دي هتعجبكم بشكل خطير بجد، سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة أكتر كمان من الفتة اللي بالخل والتوم. طبعا الخل والتوم ده والفتة التقليدية بتاعتنا دي يعني ما نستغناش عنها، بس لو في حد بيستتقلها جربوا، دي هتعجبكم جدا جدا. زي ما انتوا واخدين بالكم كده بنقطع قطع اللحمة صغيرة، ونراعي دايما واحنا بنقطع اللحمة ما نقطعهاش في اتجاه الأنسجة، نقطعها عكس اتجاه النسيج علشان ما تبقاش مليفة ومتفلة معانا. عشان نقرب دول مننا شوية. طبعا ممكن نعملها قطع كبيرة، بس الأفضل إن هي تتقطع قطع صغيرة كده. زي ما قلت لكم وقت قليل جدا في التسوية، فأنا كده مش هقف في المطبخ كتير. حاجة تانية إن هي هيبقى طعمها حلو قوي، لأنها هتبقى كلها متكرملة كده وشاربة من البهارات بتاعتها. حاجة كمان إن هي في التقديم هتبقى سهلة كمان في الأكل، فمن كل النواحي التقطيع الصغير ده هيبقى لطيف قوي. قربنا نخلص. انا حاطه ووك على النار او صينيه غويطه على النار علشان اسخنها كويس، عشان اول ما اخلص تكون سخنت تمام التمام. بينا بقى ايه، خلصنا تقطيع اللحمه بتاعتنا، عملناها قطع صغننه كده يعني اكبر شويه من عقله الصباع، حلوه قوي. بينا بقى ناخد الكلام ده كله، وزي ما قلت لكم انا مجهزه الووك على النار سخن كويس جدا. عندي سمنه، عندي مستكه، تعالوا بينا ناخدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلقه كده محترمه، وعليها فص مستكه، اتاكد بقى ان هي سخنت كويس قوي قبل ما ابتدي انزل عليها قطع اللحمه اللي احنا قطعناها قطع صغيره جدا. يلا بينا. بسم الله. انا كده مش بقلب، انا كده مجرد ان انا بفرد كل قطع اللحمه في الصينيه، عشان كده قلت لك صينيه مش حله. ليه؟ علشان الصينيه كمساحه بتبقى اكبر، فتفردي فيها قطع اللحمه كلها علشان نديها صدمه وتتحمر كده من كل الجهات بسرعه. ريحه اللحمه مع ريحه المستكه والسمنه حاجه كده تحفه جدا جدا. من وقت للتاني هنقلب، مش على طول، يعني احس كده انها خلاص اتشمعت من ناحية واتقفلت المكان بتاعتها من ناحية، على طول نروح قلبين على الناحية التانية.
وبرضو نرجع نفردها تاني. كل ده وعندي النار عالية تماما. عندنا بقى في بقية المكونات بتاعتنا شوية البهارات اللي معانا، زي ما قلنا بقى جوزة الطيب وحبهان وقرفة وبهارات سبعة ورشة سكر، وأكيد أكيد الملح والفلفل الأسود. هنستنى على الملح شوية، نخلي الملح في نص التسوية كده، بس هنحط الفلفل الأسود. كل ده بعد ما أشوح اللحمة كويس جدا. بصوا تقطيعة اللحمة هايلة ما شاء الله، حلوة جدا، طلع بقى معاكي كمية محترمة وتعملي بيها سيرفيس كبير قوي من الفتة، خاصة ان احنا لسه كمان هنحط بصل والطماطم، كل ده هيساعد ان الكمية بتاعتنا والصوص بتاعنا يبقى حلو قوي قوي للفتة. بينا ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. ادي رشة قرفة، رشة حبهان، احط كمان رشة من البهارات السبعة، رشة من السكر، الفلفل الأسود، وعندي رشة جوزة الطيب صغيرة، ونرجع نقلب. بعد ما حطينا بقى شوية البهارات المحترمين دول، الريحة بقت أحلى وأحلى، وزي ما انتم شايفين كده اللحمه لونها وكانها بالظبط مستويه. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل دلوقتي فص الثوم والبصل كمان. هنزل فص الثوم الاول كده يتشوح كده ويبتدي ريحته تطلع، وبعدين نحط البصل. الكلام ده بعد ما خلاص شوحنا وحمرنا اللحمه بتاعتنا. يلا عايزاكم تعملوا اللحمه دي بقى وتدعوا لي. الطريقه دي لطيفه جدا، طريقه الفته دي هتعجبكم جدا جدا. كده خلاص انا ابتديت اشم ريحه الثوم، انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس يدخل في التسويه بتاعته. مجهزه كميه البصل زي ما قلت لكم قد كميه اللحمه، هعمل نص كيلو لحمه فهعمل نص كيلو بصل، هعمل كيلو لحمه يبقى كيلو بصل. بينا نحط بقى كيلو البصل. واحط البصل وغطي من غير ميه، انا عايزه البصل بقى يبتدي يستوي ويتكرمل بدون اضافه ميه خالص. نفككه كده من بعضه. طبعا الكميه باينه ان هي كبيره، كميه البصل، بس شويه كده هتلاقي البصل بقى استوى ودبل وكميته قلت كتير كتير. يلا نغطي ونسيب بقى اللحمة مع البصل والبهارات والثوم والكلام ده كله، والدنيا هتبقى زتة كباب الحلة. وكنا حطينا بقى كل حاجة فيما عدا الملح والطماطم. تعالوا نبص عليها كده بصة، احنا ما حطيناش اي سوائل، احنا سايبين اللحمة والبصل مع البهارات، اللحمة والبصل ينزلوا كل السوائل اللي فيهم ويستووا ويبتدوا يتكرملوا كمان عشان ناخد لون براون كده حلو جدا. خلينا نغطي ونسيب الكلام ده كله كده مع بعضه يتكرمل براحته. تمام، اهم حاجه نكون مهدين النار، احنا عايزين اللحمه بقى تستوي على نار هاديه علشان ما تبقاش بتشد معاكي. دايما كده نبص على اللحمه طول ما احنا مش حاطين فيها اي سوائل، فمن وقت للتاني لازم اديها تقليبه علشان ما تتحرقش. عايزينها تتكرمل بس ما تتحرقش. ونغطي ونسيبها. بار اللحمه ايه هايل، بصوا البصل كل ما ده والتاني عمال ايه يدبل، حلو جدا. مهدين النار ومخليين اللحمه تستوي على نار هاديه، يعني اعتقد على بال ما البصل يتكرمل هتكون اللحمه اصلا استوت لانها متقطعه مكعبات صغيره. ابتدى بقى يتكرمل كده والدنيا تمام واللون بقى حلو قوي قوي. وزي ما انتم واخدين كميه البصل بدات تقل جدا، حلو قوي الكرمله اللي بتبقى في الارضيه دي. دلوقتي اقدر اضيف الطماطم اللي متقطعه صغير جدا،
واضيف كمان الملح، احنا ما كناش حاطينه، فهنحطه بقى علشان نسيب اللحمه تستوي مع الملح شويه وتاخد بقى ايه الطعم. يلا بينا. نغطي، خليهم بقى ايه برضو على نار هاديه يتسبكوا مع بعض شويه قبل ما نبتدي نحط لهم بقى كوبايه لكوبايتين من الميه يغلوا فيهم، وكل بقى الطعم يمتزج مع بعضه كده علشان نبدا نقدمهم على الفته. والطماطم كده اتسبكت، محتاجه بس انزل لهم كوبايتين من الميه المغليه. بس كده ونغطي النار تاني، احنا حاطين الملح بقى، حاطين كل حاجه، واسيب بقى اللحمه مع الميه المغليه مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها الحلوه دي علشان ايه يتسبكوا شويه. بس هزود شويه ميه كمان بس كده، ونخليهم يكملوا تسويه. الطحينه والزبادي، وزي ما قلت لك لو عندك مايونيز هيدينا نتيجه حلوه قوي. فص ثوم كده مفروم، عندنا الخل، ملح وفلفل، ومقادير فتت كباب الحله معانا على الشاشه عشان اللي ما تابعناش من اول الحلقه. هنقلب المكونات بتاعتنا مع بعض كويس قوي قوي، والقوام بقى على حسب راحتك، عايزين القوام كده يبقى ايه متوسط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف جدا، اعتقد كده قوام حلو جدا جدا. خلاص جاهزين، يلا بينا نقدم الفتة بتاعتنا. مجهزين معاكم بقى ايه رز ابيض عادي جدا، لو عندك شوية شوربة كده تسقي الرز الابيض بالشوربه هيبقى طعمه احلى، وعيش محمص بدون اضافه اي مواد دهنيه علشان تبقى الفته خفيفه. حطينا الرز في النص والعيش حواليها زي ما انتم شايفين، هجيب بس الطبق التاني علشان نبدا ان احنا ايه نحط معاكم اللحمه. ما شاء الله الدنيا اتسبكت بقى كده وكله اخد من طعم بعضه والشكل بقى خطير. تعالوا ناخدها قريب مننا كده. عايز اقول لكم ان الصوص اللي احنا عاملينه ده كمان اختياري، هو في صوص بتاع اللحمه نفسه هينزل بقى يغرق الرز ويغرق العيش ويدينا طعم حلو جدا جدا، بس دايما السلطه اللي احنا عاملينها او الصوص اللي احنا عاملينه ده بيدي طعم حلو قوي قوي للفته. تعالوا بينا ناخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده ايه الفتة بالبصل بالطماطم التوم اللي احنا حطيناه مع البهارات هيدي طعم حلو قوي. زي ما قلت لكم فتة غير تقليدية بالمرة بس شهية ولذيذة جدا. تعالوا هنا كمان، بسم الله، مش بحب قوي احط الصوص على العيش مباشرة، مش عايزة العيش يبقى مبلول قوي، عايزاه كده يبقى وانا باكل كده مقرمش شوية، وده يرجع برضو على حسب الرغبة، لو انتوا عايزين العيش يطرى فالصوص بتاع اللحمة ده وانزلي بيه فوق العيش. زي الفل. تعالوا بينا بقى ايه
الصوص اللي احنا عملناه بتاع الزبادي والطحينة، وممكن زي ما قلنا لو عندنا مايونيز كمان نحط معلقتين، بيخلي الطعم حلو جدا جدا. نبتدي نوزعه كده فوق العيش بقى. زي الفل الحمد لله. نبتدي نرجعهم مكانهم تاني، بس قبل ما نرجعهم تعالوا نحط لهم بقى شويه من اللوز او اي مكسرات عندنا متحمصه، ممكن كمان زبيب. وده اول طبق نركنه بقى هناك مكانه. بسم الله. واللي بعده يا خبر، شكل الفتة تجنن بجد، تحفة. بس كده بسم الله.